السلام عليكم، مرحبا بالجميع، مرحبا بالإخوان، مرحبا بالوكلاء والوسطاء العقاريين أنحاء المملكة. اليوم جيت لكم بواحد منتج جديد، واحد طريقة جديدة اللي بغيت الإخوان كلهم يستافدوا فيها. كنهضر على باش نحيدوا هاد العشوائية هادي اللي كاينة في السوق، ونشوفوا شناهي الطريقة ناجعة اللي ممكن يستفدوا فيها الإخوان كاملين. الإخوان لاجونس عندي دايره واحد برنامج باش ممكن تقنن هاد المهنة هادي بطريقتها، وتقنن الناس اللي خدامين فيها بالعشوائية وما عندهمش بيروات ديالهم. طريقة سهلة، الإخوان اللي ما عندهمش شركة ديالهم أو وثائق ديالهم أو شي حاجة، كنعطيهم واحد لاتيستاسيون من المحل عندي، من الشركة عندي، بأنه كيخدم عمل حر أو فريلانس تابع للاجونس عندي، كيمثلها في أنحاء المغرب وخارج المغرب. هذه هي الوثيقة اللي كيكون فيها، تعمل مع اي انسان في التجاره يا عقاريه يا تجاريه اللي كتخول لي ديك الوثيقه. اي كليان عنده لا بدا يسيني معاه، وفي الكونترا اللي كنسينيو مع الكليان كيكون حاضر حتى هو الاسم ديالو وبالريفيرونس ديالو اللي كياخذ الرقم التسلسلي اللي كيكون عنده. بهذه الطريقة هذه ممكن يدخل لأي إدارة ويتعامل معها قانونيا، ويمشي لأي شركة ويتعامل معها قانونيا، لكن كل شيء خصو يكون دايز على لاجونس ايموبيليير اللي هو تحت اللواء ديالها. طريقة الأداء ديال الأتعاب كتكون 50% 50%. كيفاش طريقة 50% 50%؟ فاش كنحيدوا الأتعاب ديال الضرائب ديال الطبيعة وديال الياس والمشاكل اللي كتكون متعلقة بالمحل، وكان اللي بقى كيتقسم على جوج. حنا ارتئينا بأن درنا لها واحد طريقة جديدة، هي بأن كتبقى ليه في المجموع ديالها شي 26%. حنا ارتئينا بان غادي ياخذ 30% ديالو حره، خارج منها كاع الصوائر كيديرها في جيبو. الى ربح، الى دوزنا البيعه والشريه فيها 10 المليون اللي كتبقى لينا، هو كيدي 30,000 درهم ديالو في جيبو، كيديرها في جيبو حره، مشغول لا في ضرائب لا في حتى شي حاجه. بلاص ما يدي 50,000 درهم وعاد يحيد الضرائب والمشاكل، ما عندوش ما عندوش هذا، تيخلص ديريكتومون، تياخذ 30,000 درهم ديالو، ما كيخلص فيها حتى شي حاجه، وقانونيه، والشاك ديالو كيدخلها في الكونت بونكير ديالو، ما عنده ما يخاف لا من تهريب الاموال لا من تبييض الاموال لا ما كيدخلوا فلوسو للكونت، واخا يكونوا حتى 200 مليون تدخل فلوسو. داكشي على حسب المقدوره ديال العمل ديالو في العام كامل هو والجري ديالو. بهذه الطريقه هذه غادي يكون نظم راسو، وخا القانون يخرج تلقى راسو بانه عنده الوثائق ديالو وممكن ياخذ البطاقه من الوزاره. هذه نصيحه للاخوان، واللي بغى يتصل بيا في الخاص مرحبا به وشكرا. معكم خالد الهريم، وكيل عقاري بمدينه الدار البيضاء، زنقه ابن بطوطه، ضرب عمر، وشكرا.